السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة هاي سبورت الكرام، ومرحبا بكم في فيديو جديد اليوم. في عالم كرة القدم هناك الكثير من ركلات الجزاء المعقدة نسبيا، والتي يحتاج لاعب فذ أن يقوم بتنفيذها بسبب تأثير اللاعبين أو حارس المرمى عليه. وبالطبع سنستمتع معا بهذا الفيديو ببعض من ركلات الجزاء الغريبة والمعقدة في عالم كرة القدم. لنبدأ. السلام عليكم متابعي قناة هاي سبور الأعزاء. هذا اللاعب هنا يقوم بتنفيذ ركلة الجزاء بثبات، حيث يسكن قليلا في الهواء مع رفع قدمه، ومن ثم يباغت حارس المرمى ويسجل الكرة في الشباك. وبالطبع ركلة الجزاء الأولى قد نجحت وتم تسجيلها، ولكن ركلة الجزاء الثانية توقف أيضا كما توقف في المرة الأولى، ولكنه هذه المرة لم يستطع مباغتة حارس المرمى الذي تمكن من تصدي هذه الكرة بكل براعة. بالطبع هاري كين الذي كان يلعب بفريق توتنهام لسنوات انتقل لفريق بايرن ميونخ، وهو يحفظ شباك مانشستر يونايتد جيدا. وهنا يمكنكم أن تتابعوا كيف يحاول اللاعبين التأثير على هاري كين حتى يضيع ركلة الجزاء، لكن هاري كين كان قويا بما فيه الكفاية لتسجيل هذه الكرة رغم الضغط المفروض عليه. هذا الحارس يمتع الجماهير وأيضا المنافس بعروض السيرك الذي يقدمها قبل تنفيذ الركلات الترجيحية كما تشاهدون. وهنا يقوم بعمل إيماءات ومن ثم يخرج حبلا من فمه كما ترون، ولكن الحارس كان يقظا وتمكن من التأثير على لاعب الخصم وتصدي هذه الكرة بكل براعة. القفز لتنفيذ ركلات الجزاء أمر معقد، وعادة ما يتسبب اللاعب بضياع الكرة إذ أن الضربة لا تكون متوازنة. فتابعوا لاعب مانشستر يونايتد كيف نفذ ركلة الجزاء الأولى، وهنا لاعب تشيلسي الذي يمتعنا بتنفيذ نفس ركلة الجزاء بطريقة القفز قبل التسديد. يمكنكم أن تشاهدوا هنا أثناء الركلات الترجيحية بين تشيلسي وليفربول كيف تمكن من وضع الكرة في الشباك، وهنا على كثير من الطرق يتمكن من التسجيل بكل سهولة بفضل هذه القفزة. لنستمتع معا بهذا الجدال بين خوليو سيزار وإبراهيموفيتش الذي تقدم لتنفيذ ركلة جزاء لصالح فريق إيسي ميلان. فيمكنكم أن تتابعوا سيزار الذي حاول التأثير عليه وأخرج لسانه أيضا، لكن زلاتان إبراهيموفيتش كان هادئا وأعصابه كانت باردة للغاية، حيث تمكن من تسجيل الكرة بكل سلاسة وسهولة كما ترون أمامكم. يبدو أن جيمي فاردي لا يحب فريق أستون فيلا، فتابعوا هذه المباراة بين ليستر وأستون فيلا كيف دخل اللاعب جيمي فاردي من التبديلات ليقوم بتنفيذ ركلة الجزاء، وكان ينظر بحدة لحارس المرمى، ولكنه في النهاية تمكن من تسجيلها وتسجيل هذا الهدف الجميل لصالح ليستر سيتي. نيمار هنا وضحكاته وتبادل النظرات بينه وبين حارس المرمى كونت صداقة كبيرة بينهم فقط أثناء تنفيذ ركلة الجزاء. فيمكنكم أن تتابعوا الحارس كيف يضحك لنيمار، ونيمار يسأله أين تريد الكرة، فأشار الحارس أنه يريدها على اليمين، فثبته نيمار بهذه التسديدة الجميلة التي أحرز بها الكرة في الشباك. هذا الحارس إما أنه كان ذكيا أو غبيا، لكن خطته نجحت في النهاية. فركزوا كيف يفتح هذه الثغرة لنيمار لتنفيذ الكرة على يساره، لكن نيمار أضاع ركلة الجزاء كما ترون في نهاية المطاف. هنا الركلات الترجيحية لفريق تشيلسي وليفربول، فيمكنكم أن تتابعوا تقدم فيرجيل فان دايك لتنفيذ ركلته الترجيحية، ولكن يمكنكم النظر هنا إلى الحارس كيبا الذي فتح المجال تماما، بواقع أنه فتح الجهة اليسرى كاملة وترك الجهة اليمنى مغلقة أمام اللاعب فيرجيل فان دايك الذي فاجأ الجميع وسدد الكرة على اليمين في الزاوية التي يقف فيها كيبا. وهنا يمكنكم أن تتابعوا دور صلاح لتنفيذ ركلته الترجيحية، وهنا يحاول التأثير على محمد صلاح، لكن محمد صلاح أودعها في نهاية المطاف على يساره هدفا.
في مباريات كأس العالم وتحديدا في المباراة في دور المجموعات بين بولندا والمكسيك، يمكنكم أن تتابعوا بعد العودة إلى الفار كيف اتضح أن هناك ركلة جزاء لصالح المنتخب البولندي أمام المنتخب المكسيكي. والكل يعرف الحارس المكسيكي والذي يبهرنا دائما بتصدي ركلة الجزاء، ولكن لنتابع هذه المرة كيف حاول التأثير على ليفاندوفسكي والذي نفذ ركلة جزاء تمكن الحارس المكسيكي من تصديها بكل سلاسة وسهولة كما تشاهدون. في نهائي كأس العالم للأندية بين تشيلسي وبالميراس، لنتابع ركلة الجزاء التي احتسبها حارس المرمى في نهاية المطاف بعد أن قام بالعودة إلى الفار. وهنا بعد العودة اتضح أن هناك ركلة جزاء لصالح فريق تشيلسي وبطاقة صفراء لصالح فريق بالميراس، وهنا يتقدم كاي هافرتز حتى يقوم بتنفيذ ركلة الجزاء والتي ربما ستمنح الفوز لفريق تشيلسي في هذا اللقاء المثير. وهنا يتقدم هافرتز ويتمكن من تسجيل الكرة بكل سلاسة كما ترون أمامكم، ليعلن بعد ذلك تتويج فريق تشيلسي بلقب كأس العالم للأندية. في هذه اللقطة تابعوا معنا كيف تقدم هذا اللاعب للوصول إلى الكرة، لكنه عرقل خصمه ما أدى إلى ركلة جزاء في النهاية. وهنا الحارس يشير للاعب أن ينفذ الكرة على اليمين، لكن اللاعب نفذها على اليسار وذهب الحارس خلفها. وهنا بعد تسجيلها تابع اللاعب كيف يحتفل ويقوم بإغاظة الحارس بالإشارة بهذا الشكل. أحد أغرب ركلات الجزاء التي يمكن أن تراها على الإطلاق، هنا هذا اللاعب يتقدم لتنفيذ الكرة لكنه يتعرقل قبل أن يصل إلى الكرة بهذا الشكل كما تشاهدون، ويبدو أنه عرقل نفسه بنفسه حتى يقوم بتشتيت الحارس، وبالفعل نجح بالأمر ليقف مجددا ويضع الكرة في الشباك. يبدو أن كيليان مبابي يحفظ المكان الذي سيسدد به لاعب سانت إتيان، فيمكنكم أن تشاهدوا هنا بعد أن تحصل فريق سانت إتيان على ركلة جزاء كيف أشار مبابي إلى الحارس أن يذهب على الجهة اليمنى، لأن هذا اللاعب هو صديق مبابي وتمكن بالفعل من معرفة المكان الذي سيسدد به. وهنا يتصدى الحارس ركلة الجزاء بكل سلاسة. في هذه اللقطة تم احتساب ركلة جزاء لفريق إربي لايبزيغ أمام فريق باريس سان جيرمان، ويمكنكم أن تتابعوا هنا نيمار كيف يحاول التأثير على اللاعب ويقوم بسؤاله هل ستقوم بتسديدها، فيجيب اللاعب نعم أنا متأكد أني سأسددها، وذلك حتى يؤثر عليه. وهنا اللاعب يتقدم ومن أمام دوناروما وبالجهة التي كاد دوناروما منها أن يصد الكرة، لكن تابعوا كيف دخلت إلى الشباك في نهاية المطاف. وهنا يتم سؤال اللاعب عما قاله نيمار، يؤكد اللاعب أن نيمار قال له لن تستطيع تسديدها، لكن اللاعب قال أنا سأسجلها ومتأكد من الأمر. محمد صلاح وساديو ماني زميلان في ليفربول، وكل منهما يحفظ الآخر تماما، وفي هذه المرة هم أعداء إذ تنافسا في نهائي البطولة الإفريقية. فيمكنكم أن تتابعوا عندما تحصلت بلاد ساديو ماني على ركلة جزاء وتقدم ساديو لتنفيذها، كيف أخبر محمد صلاح اللاعب أو الحارس أن الجهة التي سيسدد بها هي الجهة اليمنى، وهنا بالفعل يتصدى الحارس المصري لركلة جزاء اللاعب ساديو ماني. رونالدو لا يفشل عادة بتنفيذ ركلة الجزاء، وهنا تحصل على ركلة جزاء أمام المنتخب الإسباني، فيمكنكم أن تتابعوا كيف يحاول ديفيد دخيا التأثير عليه حتى يضيع ركلة الجزاء. هنا راموس يشير إلى دخية على الزاوية التي سيسدد بها رونالدو، لكن رونالدو كالعادة يفاجئ الجميع ويرسل الكرة هدفا إلى الشباك كما تشاهدون. يمكنكم أن تتابعوا إميليانو مارتينيز كيف يحتفل، ولكن لنرجع إلى الوراء قليلا، فإميليانو مارتينيز يقوم بإنقاذ المنتخب الأرجنتين دائما ويقوم بتصدي ركلات الجزاء وأيضا الكرات الخطيرة للمنتخب، ولكن مع فريقه والذي تسبب بركلة جزاء. يمكنكم أن تتابعوا كيف ذهب ليستفز اللاعب برونو فرنانديز ويطلب أن يقوم كريستيانو رونالدو بتنفيذ ركلة الجزاء ليربي عداوة بين اللاعبين، وبالفعل نجح بالأمر إذ تقدم برونو وأضاع هذه الكرة بتسديدها خارج الملعب.
يتقدم هنا أيرلينغ هالاند لتنفيذ ركلة الجزاء ويتصدىها الحارس بونو على مرتين بطريقة إبداعية، ولكن هنا يتم إعادة ركلة الجزاء فتابع هالاند كيف وضعها في الشباك ثم ذهب ليحتفل لإغاظة الحارس المغربي. إن أعجبك هذا الفيديو من قناة هاي سبور الإخبارية فلا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هاي سبور.